للحديث عن التقرير الذي أصدره قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق عن أوضاع التعليم ونسبة الأمية في العراق، ينضم إلينا عبر سكايب من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في الهيئة الدكتور أيمن العاني. دكتور أيمن، سلام الله عليكم. يعني أصدرتم في قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين تقريرا حمل عنوان نحو نصف سكان العراق الجديد أميون. دكتور، كي ندرس هذه الحالة أو الظاهرة علينا أن نقارن بين أوضاع التعليم قبل وبعد الاحتلال، كيف كانت؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حقيقة المقارنة لا يمكن المقارنة بين الوضع الحالي للوضع التربوي والتعليمي في العراق ما بعد الاحتلال وبين ما كان عليه قبل 2003. كما ذكرتم في التقرير، كان العراق يمتلك أفضل منظومة تعليمية في المنطقة بل بالإقليم كله، وإضافة إلى ذلك تمكن من القضاء على الأمية في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، وهذا كله كان حقيقة ضمن قانون إلزامية التعليم وإلزامية جعل الشعب كله متعلماً. و يعني هذا كان حتى إعداد المعلمين والكوادر التعليمية وتأهيلهم والأمور التطويرية والمناهج الصحيحة، المناهج المتطورة، المناهج القابلة للتطوير، هذا كله. أما يعني حتى في مرحلة قبل الاحتلال لم يعد يعني مجالا للتحدث عن الأمية، بل صار التطور أكبر وأكبر، حتى كان من يتخرج من الجامعات العراقية يفتخر أنه خريج الجامعات العراقية. نعم. لما لها من سمعة طيبة ومكانة عالية في العالم كله، في العالم يعني أجمع، وهذا لا يختلف عليه اثنان. نعم. أما اليوم حقيقة فسياسة التجهيل التي تتبعها حكومات الاحتلال المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم، سياسة واضحة ممنهجة، إهمال ممنهج، تدمير لهذا القطاع المهم حقيقة والقطاع الحيوي الذي يعكس لنا مدى عدم يعني الحكومات عدم اهتمامها بالأولويات الوطنية لهذا الشعب وما أصبح عليه في ظل هذه الحكومات من تردي وتدهور كبير على النطاق التعليمي، وارتفاع مرعب حقيقة في نسب الأمية بعد أن تم القضاء عليها قبل 2000. طيب دكتور أيمن، التقرير أيضا رصد أن العدد الأكبر من الأميين يتمركز في المحافظات الجنوبية وأيضا في المناطق الريفية. لماذا هاتين المنطقتين يتركز فيها الأمية أو تتركز فيها الأمية؟ الحقيقة أخي الكريم، حتى تسيطر على يعني هذه الحكومات، حكومات الاحتلال المتعاقبة، حتى تسيطر أكثر على المناطق التي تدعي أنها يعني الحاضنة لها وأنها جاءت بالانتخابات من تلك المناطق. فهذه سياسة التجهيل أعود إليها، هي حتى يتم السيطرة على الشعب ولا يكون لهذا الشعب الرأي والوعي المطلوب حتى يفهم المخطط الكبير المراد النيل منه ومن كرامته ومن مستقبله، حتى مستقبل الجيال هذا البلد كله. يعني هذا لا سيما أننا نجد أن غالبية النسب الأمية هي في الإناث أكثر منها في الذكور، فما بالك أنه هذا الحال، يعني الأم مدرسة كما تعلم ويعلم الجميع، فإذا أهملنا الأم وأهملنا الجانب التعليمي لديها، ماذا تبقى لدينا من المجتمع؟ هذا هو المطلوب حقيقة في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة. دكتور، لو ناقشنا السببية، كما تعرفون يعني العراق يعاني من مشاريع المدارس المتلكئة والمدارس الطينية، حيث لم يتم إنجاز المدارس المتلكئة، الحكومة لم تستبدل المدارس الطينية بمدارس يمكن من خلالها ممارسة العملية التعليمية. ما المانع من ذلك وما الهدف دكتور أيمن؟ أخي الكريم، لو استكملت هذه المدارس لما وصفت هذه الحكومات بحكومات احتلال متعاقب. نعم.
لأنه هذا الأمر استراتيجي، هذا الأمر يبنى عليه المجتمع ككل، ولا سيما إذا علمنا أن الشركات المسؤولة عن هذه المدارس هي شركات إيرانية وشركات تابعة لجهات إيرانية متنفذة في العراق اليوم مع الأسف الشديد. هذه هذا الموضوع ضمن مخطط يعني بث الجهل بين صفوف أبناء المجتمع، ولا سيما الشباب الشبان والنساء والفئات المهمشة والفئات الضعيفة اجتماعيا. طيب دكتور، البرلمان في العراق شرع في عام 2010 قانون لمحو الأمية. على أثر ذلك، على أثر هذا القانون، كما تعرفون تشكلت هيئة بموجب هذا القانون بميزانية تزيد عن 200 مليار دينار عراقي سنويا. لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أثر ملموس لتلك الهيئة بعد أن أصبح نصف العراقيين أميين. ما سبب في ذلك؟ أخي الكريم، الفساد متجذر في جميع الدوائر الحكومية، ومنها طبعا دوائر وزارة التربية والتعليم والدوائر التابعة لها، حتى داخل الوزارة، وهذا معلوم، ويوجد ملفات فساد كبيرة. فهذا المبلغ الذي تم رصده يعني تسيل له لعاب هؤلاء الأحزاب المتنفذة، ومن يعني ونظام المحاصصة ونظام التراضي ونظام التستر على بعض، هذا كله حقيقة أنتج لنا هذه الحالة من عدم رؤية كثير من القوانين وكثير من الحملات التي تؤدي إلى النفع إلى المجتمع، لم تر النور لهذه الأسباب، وتم الاستيلاء على المبالغ المخصصة من قبل الأحزاب المتنفذة والميليشيات التابعة لها. وهذا أمر حقيقة يعني أنا لا أضيع سرا في أن أقول أنه جميع الوزارات، وزارات التربية في الحكومات المتعاقبة التي تحكمت بالعراق، جميعها عليها ملفات فساد وملفات فساد كبيرة، مسائل طبع الكتب، مسائل توزيع يعني مواد التدريس، نعم، مسائل بناء المدارس، يعني الفراغ الكبير في المدارس، هذه يعني الأعداد الهائلة التي هي بحاجة للبناء نعم دكتور. والتطوير وبالآلاف حقيقة، هذا كله لا يمكن أن ينجز في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة في العراق. عبر سكايب من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في الهيئة الدكتور أيمن العاني، شكرا جزيلا لكم.